ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العماد دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا في إطار هذه التغطية. حضرة العميد، أبدأ معك بتطورات التي وصفت بأنها تطور نوعي باتجاه تصعيد أكبر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كيف تقرأه خاصة في ظل ما تبعناه من تصريحات للجيش اللبناني، قائد الجيش اللبناني بجهوزية الجيش لأي تطور؟ بداية التحية لك وللمشاهدين الكرام. يبدو أن العدو الإسرائيلي خلق قواعد الاشتباك اليوم بشكل فاضح واستهدف المدنيين عن سابق تصور وتصميم. جميع الذين استهدفهم بناره هم من المدنيين، سواء كانوا من الإعلاميين أو من السكان المدنيين في منازلهم أو من السكان المدنيين الذين يتنقلون بسياراتهم على الطرقات العامة. وبالتالي هذا الخرق يوحي بأن العدو يتجه اتجاها جديدا في مواجهة ما يجري في لبنان، وعلى هذا الأساس يمكن أن يدفع الأمور باتجاه التدحرج نحو منطقة من الاشتباكات تخرج عن قواعد الاشتباك المعمول بها. وأخطر من ذلك أن العدو لا يكتفي بخرق قاعدة الأهداف ويخرج من القواعد العسكرية إلى القواعد المدنية، فإنه يستعمل أيضا يخرق قاعدة ثانية هي قاعدة السلاح، حيث أن هذا السلاح المستعمل في معظمه سلاح محرم دوليا، سواء كان السلاح الفوسفوري أو السلاح الفراغي والارتجاجي. وبالتالي أعتقد أن العدو الإسرائيلي الذي لم يحقق أهدافا عسكرية في غزة يريد أن يصنع لنفسه هيبة أو صورة في مواجهة لبنان، وهذا الأمر أعتقد أنه لا يحصل، لأن الجبهة اللبنانية رغم كل ما يقوم به العدو فهي متماسكة وقادرة على الرد بقوة تفهمه أنه خاطئ في قراراته. طيب حضرة العميد، يبدو بأنه المتابع الآن يرى بأنه أيضا هناك تحفظ لدى الجانب الإسرائيلي من الانزلاق إلى حرب مباشرة مع لبنان، حتى أنه أحد كبار مستشاري بايدن قدم بعد زيارة للبنان إلى إسرائيل لعنونت هذا الموضوع بألا تنجر إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة مع حزب الله. هل الأمور تبقى ضمن الاشتباكات المنضبطة أو هناك خط أحمر بعده يمكن أن تنزلق الأمور إلى تصعيد أكبر؟ هون لنكن واضحين في هذه النقطة. المقاومة في لبنان عندما فتحت الجبهة الجنوب فتحتها ضمن قواعد وضمن مهمة، وهذه المهمة هي الضغط على إسرائيل من أجل تخفيف ضغطها على القطاع. وبالتالي الأعمال العسكرية التي تجري عبر الجبهة اللبنانية من قبل المقاومة في لبنان هي أعمال في خدمة قطاع غزة، ولذلك كانت المواجهة أو الحرب التي نشبت حرب مقيدة بقواعد، وهذه القواعد هي أربع قواعد منذ البدء. كانت قاعدة المكان، ويعني بشكل لا يتعدى تتعدى المواجهة عمقا على جانبي الحدود يتجاوز 7 كيلومتر. طب لكن انقضى الوقت حضرة العميد، وباختصار لو سمحت، استخدام بشكل ملفت من قبل حزب الله لصاروخي بركان، نعلم بأنه الصاروخ بركان له قدرة تدميرية كبيرة ويحمل رأس متفجرة، ما معنى استخدامه يوم أمس؟ إلى ماذا تنذر؟ هو حقيقة أطلق حزب الله 4 صواريخ بركان، وكل صاروخ يحمل رأسا متفجرا بزنة تتراوح بين 400 إلى 500 كيلوغرام. نعم، هذا الاستعمال كان نتيجة قيام العدو باستهداف مناطق مدنية في العمق اللبناني ودمر مصانع ودمر مؤسسات، لذلك كان لابد من الرد عليه بهذا الشكل لتعزيزا لقاعدة ومعادلة الردع.
شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت العميد دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي.